الأورجان وده ما وراء الترند. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الترند. كالعاده اخبار وترندات كتير حصلت الاسبوع اللي فات. النهارده هنتكلم عن كل ترند فيها بالتفصيل وهنعرف كانت ايه حكايته وايه القصه اللي كانت وراه، وكمان هنشوف ايه هي القيمه اللي ممكن نطلع بيها من حلقه النهارده. يلا بينا نبدا حلقتنا. لا صوت يعلو فوق صوت الارجنتين وكاس العالم وميسي حديث العالم. في شهر التوعيه بالعين شويه حاجات مهمه تحفظ بيها عينيك. يسرى بنجا صاحبة لقب المرأة الحديدية اللي تحدد كل الصعاب. مارولا أمير طفلة بتحصد المركز الأول على العالم في روبوت المدارس. وإجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر. أسبوع مهم في حياة كل محبي كرة القدم وبالأخص محبي فريق الأرجنتين. الأرجنتين بعد بطولة مهمة بتدخل التاريخ وبتحصد كأس العالم. الجميل في الموضوع أن الأرجنتين اتغلبت في أول ماتش ليها قدام السعودية وتهاجمت هجوم شديد من العالم كله، لكن لعبت الأرجنتين قرروا يرموا كل الهجوم ده وراهم وبصوا على هدفهم، وفعلا قدروا أنهم يحققوا البطولة الأغلى في العالم وكتبوا أساميهم في دفاتر التاريخ عشان يثبتوا للعالم كله أن الإنسان اللي عايز ينجح بينجح مهما حصل. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع ده إن شهر ديسمبر هو شهر التوعية بالعين والنظر. أنا وفريق عمل البرنامج قررنا نقدم لحضراتكم نصايح مهمة ليكوا ولأولادكم عشان تحافظوا على واحدة من أهم النعم اللي في حياتنا وهي نعمة النظر. 1- اغسلوا ايديكم قبل ما تلمسوا عينيكم. 2- ما تلبسوش العدسات اللاصقة أكتر من 10 ساعات في اليوم. 3- ادي عينيكم بريك وابعدوا عن شاشات الموبايل واللابتوب. 4- لازم كل واحد فينا ما يكسلش ويخضع للفحص الشامل للعين كل سنة. 5- طول ما انت في الشمس حاول انك تكون دايما لابس نظارة شمس عشان تحميك من اي ضرر. يسرى بنت كانت بتدرس في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وحكايتها بدأت لما تعرضت لحادث وهي عندها 17 سنة. حصل لها تهتك كامل في أربطة الركبة والحوض ومشاكل في أعصاب دراعها اليمين، والدكاترة قالوا إنها مش هتتحرك. وبعد شهرين والدها توفى وهي لسه بتدرس والمفروض تعمل سلسلة عمليات، لكنها معرفتش ومرت مع أسرتها بمشاكل مادية كبيرة. وبعد توقف سنة عن الدراسة قررت ترجع لدراستها، وكانت بتروح من بيتها في السيدة زينب لجامعة القاهرة ماشي بالعكاز، وتعلمت تكتب وتذاكر بإيدها الشمال. يسرى طلبت من معيد في كليتها انه يساعدها بشغل، وكانت بتشتغل في مكتبه عشان تنظمه. في يوم يسرى فقدت الاحساس بايدها اليمين تماما، وكانت هتتعرض لبتر لحد ما قابلت دكتور الهمها وقال لها انها لازم تفكر تستخدم عضلاتها وتقويها، لان لو الاعصاب باظت فالعضلات موجوده. وبدات يسرى تقرا وتفهم اكتر عن الطب الرياضي والتاهيل الرياضي وتمارس رياضات مختلفه زي المشي والجري والسباحه، وتخلصت من العكاز وبدات تحرك ايديها. سابت الهندسة وركزت في الرياضة وقدرت تنهي سباق ثلاثي ترايسلون، وهو ماراثون بيبدأ بالسباحة وبعد كده ركوب الدراجات وبينتهي بالجري. يسرى متزوجة وأم البنتين ودلوقتي معاها شهادات كتير وبقت مدربة ترايسلون. مش بس كده، دي كمان بقت مديرة أكاديمية ألميدا لرياضة الترايسلون في الشرق الأوسط. قصة تانية تستحق تتعرف وتاخد جزء من الاهتمام. البنوتة الصغيرة في السن والكبيرة في المهام اللي في الصورة دي اسمها مارولا أمير نادر، بنت مصرية عظيمة لسه في إعدادي ومن محافظة قنا، وكانت بطلة حكاية ملهمة وكلها فخر. مارولا من كام يوم فازت بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات في سنغافورة، بعد منافسة شرسة مع ناس كتير من كذا دولة في سنها وأكبر منها. بنت مصرية لسه عمرها ما زادش عن 13 سنة وقدرت تعمل برمجة كاملة لروبوت لأداء مهمات مستقلة، وأشاد بيها كل لجنة التحكيم الأجنبية واعتبروا اللي عملته ده إنجاز، والحقيقة إن هو كده فعلا. بالمناسبة قبل الإنجاز ده بسنين مارولا كانت بدأت تشتغل على نفسها وبتشجيع من أسرتها في مجال البرمجة من وهي في تالتة ابتدائي، وفازت بالفعل بكذا جايزة على مستوى الجمهورية قبل ما تشارك في مسابقة سنغافورة العالمية الأخيرة وتفوز بيها وترفع رأسنا. جايز الخبر ده ما ياخدش حظه من الانتشار زي أخبار تانية تافهة، بس البنت دي تستحق تسمع كلمة تشجيع وتعرف هي وأسرتها إن اللي حققته حاجة تشرف، وإحنا كمان نستحق نعرف إن بلدنا فيها نماذج لشباب كتير يستاهلوا وزنهم ذهب، بيشتغلوا على نفسهم وعلى موهبتهم في الظل، وإن في أسر مصرية بيهتموا بأولادهم عشان يخلوهم يحققوا نجاح محترم.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أعلن إن الفريق العلمي بجامعة عين شمس ومعاهم خبير ياباني نجحوا في إجراء أول عملية لزراعة رئة في مصر بجامعة عين شمس، والحالة حالياً مستقرة. ووضح عبد الغفار إن اللي حصل ده يعتبر بداية لدخول مصر لعصر زراعة الرئة بعد توجيه من رئيس الجمهورية بوجود فرق علمية متدربة بأحدث تدريب في اليابان لتعلم زراعة الرئة. ترندات كتير كانت معانا النهاردة في حلقتنا، لكن واحد من أهم الترندات اللي خلانا أقف عندها وأشوف إيه هي القيمة اللي ممكن نطلع بيها هو كان ترند فوز الأرجنتين بكأس العالم. وطالما جبنا سيرة الأرجنتين واللي حصل في البطولة يبقى أكيد هنتكلم عن ميسي. ميسي هو أحد أساطير الكورة في العالم. لما دورت ورا قصة ميسي لقيت كلام مهم ملهم ليا وأكيد هيكون ملهم ليكم. ميسي من صغره وكل الناس بتتريق عليه بسبب حجمه لدرجة إنهم كانوا ملقبينه بالقزم. ميسي شاف أيام صعبة على كل المستويات، لكنه كان دايما بيقول لسته انه هيكون احسن لاعب في العالم. كان مصدق ده وكان شايف حلمه، واجه صعوبات تخليه يشيل فكرة الكرة من دماغه، لكنه كان باصص على هدفه، عارف وواثق انه هيوصل، وفعلا عمل اللي عليه وتعب وركز ووصل. اللي حصل لميسي ده يا صديقي بيحصل ليا وليك يمكن يوميا. كم واحد في شغله مش بيلاقي تشجيع؟ كم واحد كلام الناس خلص عليه حرفيا؟ كم واحد موجود وسطينا بيعاني وحاسس انه مش هيوصل؟ للأسف في ناس كتير، ناس كتير نفسها تعمل حاجات مهمة بس مش قادرة بسبب ظروف، كلام او اي حاجة. بس النهاردة يا صديقي العزيز انا جاي عشان اقول رسالة لأي حد نفسه يوصل واطمنه واقول له هتوصل، اتعب، ركز، ذاكر، اعمل اللي عليك وحبتين كمان. تعالوا أنا وإنتوا ناخد قرار إن عمرنا ما هنستسلم أبداً، هنشتغل وهنركز وهنبص على الهدف، بس قبل كل ده نبص على ربنا ونطلب منه النجاح عشان ساعتها هيمد إيده ويدينا النجاح اللي بيه هنقوم ونبني.